هل الإنسان المفروض تبقى العلاقة إن أنا بعمل الخير ده عشان أخش الجنة وما بعملش الشر ده عشان ما أخش النار؟ وهو ده الإطار الصحيح اللي المفروض تكون العلاقة فعلا فيه بين الإنسان وبين ربه، ولا هو فيه حاجة تانية المفروض تبقى العلاقة دي مبنية عليها؟ هو ده السؤال. العلاقة بالله ليها ثلاث سيناريوهات. سيناريو الخوف، يعني أعمل العمل الصالح وأبعد عن الحرام لأني خايف من عقاب ربنا في الدنيا والآخرة، وده جيد ومطلوب. وفي سيناريو تاني اسمه سيناريو الطمع، وبيسموه سيناريو الرجاء، يعني أعمل العمل الصالح وأبعد عن الحرام لأني طمعان في بركة ربنا في الدنيا والآخرة، وده أيضا جيد ومطلوب. لكن دول مش أفضل السيناريوهات. أفضل سيناريو هو السيناريو الثالث، وهو سيناريو الحب. أعمل العمل الصالح وأبعد عن الحرام لأني بحب ربنا. أصلي مش لأني عايز أدخل الجنة أو لأني خايف من النار، ولكن لأني بستمتع بالعلاقة بربنا، بستشعر بلذة الوقوف بين يدي الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان لما يجي وقت الأذان كان يقول لسيدنا بلال: أرحنا بها يا بلال. يعني إيه؟ يعني كان مستنيها. يعني عارفين الواحد اللي كل شوية يبص في الساعة يقول لك فاضل نص ساعة المغرب، فاضل 10 دقايق، 3 دقايق، خلاص الوقت جه، يلا أرحنا بها يا بلال. الصلاة يا جماعة نوعين، نوع بيريحنا ونوع بنستريح منه. النوع اللي بيريحنا هو اللي احنا بننتظره، فلما بيجي وقته بيريحنا زي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كده. أما النوع اللي بنستريح منه هو اللي بنفتكره في آخر لحظة قبل ما الصلاة اللي بعدها وقتها يدخل. يا نهار أبيض، فاضل 5 دقايق على العشاء، قوموا بسرعة نخطف المغرب. فلما نصلي استريحنا من المغرب، ما بقتش المغرب بتريحنا، بقى بنستريح منها. لما نصلي نشعر ان حمل وانزاح من على قلبنا. لو ده شعورك ان الصلاة حمل وانزاح، يبقى انت محتاج تراجع علاقتك بربنا وتعلي الحب عندك شويتين. لما بسافر اهلي بيقولوا لي كلمنا كل يوم لأنهم بيحبوني. لما بروح مكان خطر شوية نسبة الجريمة عالية شوية فيه بيقولوا لي كلمنا كل يوم، بس مش مرة، مرتين، ومش الاثنين الصبح ومش الاثنين بالليل، لا مرة الصبح ومرة بالليل عشان نطمن عليك. طب واللي قالك كلمني 5 مرات كل يوم ومش كلهم الصبح ومش كلهم بالليل؟ خد الجدول ده، في الأوقات دي كلمني واطلب مني اللي انت عايزه وقول لي انت محتاج ايه، ازاي اتأخر عليه، مش ازاي ما صليش. مش عاوز حد يفتكر اني بقول ما نخافش من ربنا، ولا اني بقول ما نرجوش ثواب ربنا ونطمع في جنته، لا بالعكس، دول سيناريوين مهمين جدا، لكن مش لازم يبقوا هما الاساس الاول في العلاقة. الايمان يا جماعة في القلب بيزيد وينقص زي كده، الساين ويف، تيار المتردد. ايه دليل الايمان بيزيد؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول: هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. يبقى الإيمان بيزيد. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. يبقى الإيمان بينقص. يبقى الإيمان بيزيد وبينقص، بيزيد وبينقص، زي الساين ويف بالظبط، موجة التيار المتردد. الإيمان وهو في القمة بيبقى العمل اللي بعمله كله بعمله حبا لله، حب في ربنا. الإنسان بيكون في حالة حب مع الله، يعمل العمل، صلاة، صوم، أي حاجة، مش للجنة ولا للنار، لأنه في الحالة دي إيمانه عالي قوي، هو بيعمله لأنه بيحب ربنا. لكن الإنسان بطبيعته إيمانه بينقص لأن عنده شهوات، الشهوات دي طلبات هذا الجسم. هنا يجي دور النعمتين اللي ربنا أنعم بيهم علينا، أنعم بيهم على المؤمن، الجنة والنار. النار، حتى النار نعمة للمؤمن في الدنيا، إن شاء الله ما يخشهاش يوم القيامة، لكن للمؤمن هي بتذكره، زي الجنة بالظبط. الجنة والنار بيفكروا المؤمن وإيمانه بينقص، يفكروه إن هو لازم يشتغل على إيمانه تاني ويزود إيمانه قبل ما ينزل للصفر ويبدأ في مرحلة الوقوع في المعاصي. كل شهوة وليها المعصية اللي بتتسبب فيها، يعني مثلا شهوة حب الاستئثار بكل ما فيه النفع، يعني واحد يحب يستأثر بالحاجات النافعة الكويسة، ده يؤدي إلى معصية الطمع، معصية الظلم، معصية البخل، معصية التعدي على حقوق الآخرين، عشان الشهوة هي الاستئثار. شهوة حب العلو على الآخرين، كره ان يتميز عليه حد تاني،
تؤدي إلى معصية الحسد والحقد. شهوة كره الظهور بمظهر المخطئ، ما حدش بيحب يظهر بمظهر المخطئ. دي إذا الإنسان استسلم ليها وإيمانه كان ناقص، إيمانه كان تحت، يحصل عنده معصية الكذب والغش والخيانة. مين اللي عمل كده؟ يكون هو اللي عمله، مش أنا. بيكذب ليه؟ هو مش عايز يظهر بمظهر النقص، مش عايز يلام على شيء. إذا الإنسان في حاجة إلى إيمان قوي للتغلب على الشهوات دي علشان ما يقعش في المعاصي دي. وأكتر حاجة تخلي الإنسان قوي في مواجهة الشهوات هو حب الله سبحانه وتعالى. ودي العلاقة اللي احنا عايزين نوصل بيها، إننا نحب الله وربنا يحبنا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.